حكاية آخر سيجارة شربها جمال عبد الناصر. الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان معروف عنه إنه بيدخن بشراهة، واللي كان معلمه التدخين هو صديق عمره المشير عبد الحكيم عامر. بس تفتكروا هي إيه حكاية آخر سيجارة شربها جمال عبد الناصر قبل ما يموت؟ دار الشروق المصرية للنشر والتوزيع أصدرت كتاب سنة 2011. الكتاب ده كان بعنوان ذكريات معه للسيدة تحية قازم الشهيرة بتحية عبد الناصر زوجة الرئيس الراحل. الكتاب ده كانت بتحكي فيها عن قصة حياتها مع عبد الناصر من أول مرة شافته فيها لحد ما مات. وفي سنة 1968 حس جمال عبد الناصر بألم شديد في أعصابه وشرايين رجله، وفضل الألم ده مستمر معاه شهور طويلة، لكن ده ما أثرش على عبد الناصر إطلاقا، ولا حتى قرر إنه يقلل الشغل أو يستريح. بس في فترة بقت المسكنات ما بتعملش معاه أي نتيجة، وكمان جلسات العلاج الطبيعي اللي الدكاترة كانوا بيعملوها له باستمرار ما بقتش بتخفف عنه الألم زي الأول، فما كانش قدامه حلول تانية غير إنه يسافر بره يتعالج. وبالفعل سافر وقتها عبد الناصر للاتحاد السوفيتي، وطول فترة السفر كان نايم في الطيارة على ظهره وما قدرش يقعد. ووقتها الدكاترة نصحوه إنه يوقف تدخين لأن كان في احتمال كبير إنه يصاب بجلطات، وكان على رأسهم الطبيب الروسي الشهير يوفجيني تشازوف كبير أطباء الكرملين اللي كتب قصة مرض جمال عبد الناصر في مذكراته اللي سماها الصحة والسلطة. وقال يوفجيني في مذكراته إن القيادة الروسية استدعته عشان يفحص الرئيس في موسكو، وبلغوه وقتها بإن الأمر مهم للغاية وما قالوش من الشخص اللي هو جاي يكشف عليه، واكتفوا بس إنهم قالوا إنه سياسي مهم جدا بالنسبة لينا، وطلبوا منه إنه ينجز مهمته على عجل. وبعد الفحص وبعد ما شاف جمال عبد الناصر مش قادر إنه يقف حتى على رجليه نتيجة الألم اللي موجود في عروق رجليه، فقال لهم يوفجيني إن حالة الرئيس مش هينفع معها أي أدوية طبية ولا حتى جراحة لأنه كان بيعاني من تصلب شرايين الساقين، وجراحات الأوعية الدموية وتصلب الشرايين وقتها ما كانتش متقدمة زي دلوقتي، ده غير إن حالة عبد الناصر الصحية ما كانتش تتحمل الجراحة. واقترح عليهم وقتها إن العلاج يكون طبيعي عن طريق ينابيع مائية معدنية حارة في مدينة من مدن جورجيا اللي كانت مشهورة بعلاج الأمراض الشبيهة لمرض عبد الناصر. واستقروا في النهاية على مصحة تسخلطوب الشهيرة اللي قضى فيها الرئيس أيام علاجه، وفعلا اتحسن عبد الناصر والألم راح تماما، لدرجة إن الدكاترة ما كانوش مصدقين النتيجة دي، وهو نفسه ما كانش مصدق انه تعالج اخيرا بعد ما حالته كان ميؤوس من شفاها. لكن هو بعد ما رجع مصر كان مقرر انه مش هيدخن تاني لانه كمان كان مريض بالسكر من سنة 1958، وكان الموضوع ده ما اثر عليه لدرجة انه قطع الحلويات كلها لحد وفاته. وبالرغم من انه كان شره جدا في موضوع التدخين الا انه عمل بكلام الدكاترة ووقف تدخين، وكانت اخر سيجارة شربها في اواخر سنة 1968 ومات بعدها بسنتين.